شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك يا وسام. ربنا يكرمك. في نهايه لقائنا النهارده بشكر ضيوفي اللي دايما بيشرفوني في ملعب الاشبال، كابتن محمد حشيش والكابتن احمد بلال، ويا رب تكونوا استمتعتوا معانا بمباراه الاهلي والداخليه 2001. وبنفكر حضراتكم ان شاء الله بعد قليل هيكون في تواصل على شاشه قناه النادي الاهلي وافتتاح صاله الجمباز في الجزيره وتنس الطاوله. الحلو في افتتاح صاله الجمباز وتنس الطاوله انها من فلوسنا، من حر مالنا، من جيبنا، علشان ان شاء الله لما نعلق صوره عليها هيبقى صوره رموزنا، رموز النادي الاهلي والمحبين دايما للنادي الاهلي. يا رب تكونوا استمتعتوا بالاستوديو التحليل لمباراه الاهلي والداخليه، وان شاء الله نشوفكم على خير في استوديو تاني جديد من خلال ملعب الاشبال. شكرا والى اللقاء.